من قناة عاد أحييكم وأقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. استشهد عدد من جنود الحزام الأمني فجر يوم الثلاثاء، فيما قتل 6 من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم استهدف قوة من الحزام بمنطقة أوس غرب مدينة أحور الساحلية فجر اليوم. ومن بين الشهداء قائد الكتيبة الأولى مكافحة إرهاب القائد ياسر ناصر حسن شايع. ونعت وزارة الداخلية أفراد الحزام الأمني الذين استشهدوا فجر يوم الثلاثاء بمديرية أحور بمحافظة أبين في عملية إرهابية أسفر عنها استشهاد 21 جنديا من أفراد الحزام الأمني وإصابة 7 آخرين، فيما قتل 8 من العناصر الإرهابية. وأكدت الوزارة أنها لن تألف الوصول إلى من يقف خلف العملية الإجرامية، موجهة الأجهزة الأمنية باليقظة والتوحد في مواجهة العناصر الإرهابية وتكثيف التحريات والمتابعة لضبط جميع العناصر الإرهابية ومن يأويها. وحذرت وزارة الداخلية كل من يعمل على إيواء تلك العناصر والتستر عليها من المساءلة القانونية، مشددة على تعزيز التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن التحركات المشبوهة في المحافظات المحررة حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من محاربة الإرهاب والتطرف. وأكدت أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد حالة التماهي والتخادم الحاصل بين العناصر المتطرفة وميليشيات الحوثي الإرهابية. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج السالمين البحسني يوم الثلاثاء بمدينة المكلا محافظ حضرموت الأستاذ مبقوت مبارك بن مهدي لمناقشة جملة من الموضوعات المرتبطة بأداء السلطة المحلية وخططها المستقبلية. واستمع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المحافظ بن مهدي إلى الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخططها الرامية للنهوض بواقع القطاعات الخدمية خصوصا المرتبطة بحياة المواطنين كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة وكذا التربية والتعليم. وأكد النائب البحسني على أهمية مضاعفة الجهود والتركيز على حل المشاكل الخدمية بمختلف القطاعات ودعم القيادات الناجحة ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم، مشددا على أهمية إلاء المجالات التنموية جل الرعاية والاهتمام وتوسيع آفاق الاستثمار بحضرموت من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتقديم لهم كافة التسهيلات للدفع بالمشاريع الاستثمارية. وجدد البحسني حرص مجلس القيادة الرئاسي على دعم السلطات المحلية بالمحافظات المحررة بما فيها محافظة حضرموت على كافة الأصعدة لمساندتها في أداء واجباتها لخدمة المواطنين على أكمل وجه. أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج السالمين البحسني على أهمية دور منظمات المجتمع المدني بمساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات من خلال تدخلات كل منها في مجال تخصصه. جاء ذلك خلال لقاء النائب البحسني اليوم بمدينة المكلا المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية الدكتور عبد الإله بن عثمان الذي اطلعه على أبرز نشاط المؤسسة خلال العام الجاري وخططها الاستراتيجية للعام القادم وكذا الخطط المستقبلية من خلال تحويل المناهج الورقية إلى التعليم عبر النظام الإلكتروني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب إسهامات المؤسسة في تأهيل قيادات الجامعات بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني. وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المهم الذي تقوم به مؤسسة العون من خلال إسهاماتها في الارتقاء بواقع التعليم بمختلف مراحله ومساندة جهود وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في سبيل مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة التي أدخلت في مجالات التعليم، مجددا حرص مجلس القيادة الرئاسي على دعم مؤسسة العون ومنظمات المجتمع المدني كافة بما يمكنها من أداء مهامها بالشكل المطلوب. شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج السالمين البحسني على ضرورة توحيد القوى والمكونات السياسية والقبلية بمحافظة حضرموت
للحفاظ على ما تحقق لها خلال المرحلة السابقة، والتحضير والاستعداد لاستحقاقات المرحلة القادمة. واطلع النائب البحسني خلال لقائه يوم الثلاثاء بمدينة المكلا نائب رئيس فريق حضرموت الخير علي بارجاء والأمين العام للفريق مهدي العكبري على خطط الفريق الرامية لتجميع أبناء حضرموت وتوحيد كلمتهم للتركيز على أبرز متطلبات المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية والمجتمعية لتمكينها من الحصول على استحقاقاتها خلال المرحلة القادمة، آملين أن تحظى خطط الفريق بدعم من مجلس القيادة الرئاسي. وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي: إن الوطن قادم على استحقاقات كبيرة، ويجب أن تستعد حضرموت بكافة أطيافها من أجل الحصول على جميع استحقاقاتها كغيرها من محافظات الجمهورية، حثا على أهمية التنسيق مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ووضعها أمام كافة الخطط والأنشطة ومساندتها في القيام بواجباتها ومهامها. إلى العاصمة عدن، حيث اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي على أوضاع القوات البحرية وأوضاع منتسبيها، وذلك في لقاء جمعه بالفريق الركن البحري عبد الله سالم النخعي قائد القوات البحرية وعددا من قيادات القوات البحرية. واستعرض اللقاء الإشكاليات التي تواجهها القوات البحرية والمتطلبات اللازمة لإعادة بنائها ورفع جاهزيتها وقدراتها القتالية للقيام بالمهام الوطنية المسندة إليها في تعزيز أمن البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وخطوط الملاحة الدولية ومواجهة التهديدات الحوثية الإيرانية وحماية الأمن القومي العربي. واستمع اللواء الزبيدي من الفريق النخعي إلى شرح عن الجهود التي تبذل لإعادة بناء القوات البحرية وتفعيل دورها وحماية منشآتها وتأهيل ما تبقى من القطع البحرية التابعة لها بعد التدمير الممنهج الذي طالها منذ العام 1994. وعبر الفريق النخعي في ختام اللقاء عن شكره وامتنانه للواء الزبيدي على جهوده المساندة للقوات البحرية ومنتسبيها منذ العام 2016. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بمكتبه في العاصمة عدن الدكتورة صفا معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء. وفي اللقاء استمع من الدكتور معطي إلى شرح مفصل عن سير العمل في الجهاز المركزي للإحصاء وجهود تفعيل نشاط قطاعات الجهاز والخطط المستقبلية وسبل تطوير آليات العمل فيه وتأهيل كوادره ورفده بالتقنيات الحديثة. كما اطلع اللواء الزبيدي من رئيس الجهاز على أبرز مهام واختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء وآخر البرامج والمسوحات التي تم تنفيذها في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، والتي كان آخرها المسح العنقودي متعدد المؤشرات والاستعدادات الجارية لتنفيذ المسح الخاص بالأمن الغذائي وسبل المعيشة 2022. شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك يوم الثلاثاء في الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت اليوم في القاهرة. وبحث الوزراء عددا من القضايا السياسية والدولية والإقليمية ذات الإهمام المشترك، وأكدوا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية وما ينتج عنها من تداعيات تتجاوز محيط حدودها، وتعزيز جهود الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمس بالأمن القومي والسيادة العربية. قام وزير الصحة العامة والسكان دكتور قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يوم الثلاثاء بزيارة لمديرية الشحر تفقدا خلالها الوضع الصحي بالمديرية. وأدشن الوزير والمحافظ خلال زيارتهما لمستشفى الشحر العاملة بمصنع الأكسجين بالمستشفى بطاقة إنتاج 200 اسطوانة في اليوم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في إطار مكافحة كوفيد-19 وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى عبر منظمة الصحة العالمية.
وتفقد وزير الصحة ومحافظ حضرموت ومعهما الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتور سالم الشبحي ونائب المدير العام لمديرية الشحر مصبح البحسني أقسام مستشفى الشحر مطلعين على الخدمات المقدمة للمرضى في قسم العناية المركزة وقسم التغذية العلاجية ومركز الكلية الصناعية ومركز الدعم النفسي والاجتماعي الذي يعد الأول من نوعه في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات الشرقية ويقدم خدمات واستشارات نفسية واجتماعية ومساعدات علاجية مجانية عبر كادر متخصص كما تفقد سير العمل بمشروع الطاقة الشمسية الذي سيدعم مركز الكلية الصناعية بالطاقة البديلة واستمع الوزير والمحافظ من المدير العام لمكتب الصحة بساحل حضرموت دكتور محمد الجمحي ومدير مكتب الصحة بالمديرية دكتور عمر صبان إلى احتياجات المستشفى الذي يعد قبلة المرضى في المديريات الشرقية والهضبة. افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي يوم الثلاثاء بالمكلا مستشفى حضرموت الحديث واطلع الوزير والمحافظ على أقسام المستشفى والإضافات النوعية والمعدات والأجهزة الحديثة التي يحتويها المستشفى الذي تبلغ الساعة السريرية فيه 80 سريرا وستة أجنحة خاصة لكبار الشخصيات وعشرة أسرة للعناية المركزية وإحدى عشر حاضنة أطفال وعدد ست غرف عمليات كبرى إضافة إلى 15 سرير للطوارئ وغرف للحالات الحرجة ويتكون مبنى المستشفى من 6 أدوار تتوزع ما بين الطوارئ والعيادات والأقسام الخدماتية والترقيد والعمليات. عقد لقاء مشترك بين النيابة الجزائية المتخصصة وإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت يوم الثلاثاء في بحث القضايا الجنائية المنظورة أمام النيابة والفصل بين القضايا ابتدائيا وتحويل المتهمين إلى المحكمة بعد استكمال تحقيقاتها معهم في التهم الموجهة إليهم. وناقش اللقاء سبل تحسين أوضاع نزلاء السجون من خلال تأهيلهم بما يمكنهم من التعايش مع فراد المجتمع. ونوه اللقاء إلى أهمية تعزيز العلاقة بين الجهات المعنية بحقوق المساجين بما يضمن لهم تحسين أوضاعهم ومعيشتهم خلال فترة الحكم. وخلال اللقاء أكد مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي على أهمية الحفاظ على العلاقة المتينة الرابطة بين الأمن والنيابات وبحث سبل تطويرها موضحا أن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تسمح لبقاء قضايا المتهمين معلقة دون النظر والبت فيها بشكل عاجل. من جانبه أشار رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد محفوظ الأرضي إلى العلاقة التكاملية بين الجانبين المؤدية إلى حل الكثير من القضايا ومعالجة الإشكالات مؤكدا على تعزيزها بما يسهم في تحسين مستوى العمل في كافة الملفات. التقى مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي يوم الثلاثاء رئيس مركز المعرفة للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الأستاذ عمر باجردهنا في بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك. واستمع العميد المنهالي من باجردهنا إلى شرح مفصل عن أهداف المركز الذي يسعى لتأهيل كادر شبابي يهتم بالدراسات والبحوث ومدى إقامة ورش العمل والندوات والجلسات العلمية بشكل مستمر لتستهدف فئات المجتمع المهتمة بهذا الجانب. ورحب العميد المنهالي برؤية المركز الذي يفتح آفاقا معرفية جديدة في المجتمع مؤكدا أن أبواب إدارة الأمن مفتوحة دائما لعقد الشراكات النافعة مع مثل هذه المراكز وكافة منظمات المجتمع المدني التي تعتبر رافدا أساسيا لعمل الأمن من خلال نشر رسالة الوحدة بين أوساط المجتمع الواحد. التقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ ماهر عوض بن صالح المدير التنفيذي لمؤسسة تراحم للتنمية والسلام الأستاذ حسين صالح مفلح ومدير المشاريع بالمؤسسة الأستاذ وجدان صالح بن علي الحاجة. واستمع مدير عام الثقافة من ممثلي المؤسسة إلى شرح واف عن آلية عمل المؤسسة وأهدافها ونشاطات المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة. وبحث اللقاء أوجه التنسيق والتعاون بين مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت ومؤسسة تراحم للتنمية والسلام
بما من شأنه تطوير العمل المناطق وتحسين جودة الأداء والبرامج المستقبلية في إطار تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمة المجتمع المدني. اطمأن مدير مكتب الثقافة بمديرية الشحرة الأستاذ عبد سالم كليواشة ونائبه أيمن عبد الله صرخة على صحة الممثل الكوميدي عبد الله بالقرع زبيو إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة المكلا ألزمه الجلوس في المنزل. جاء ذلك خلال زيارة قام بها كليواش وصرخة إلى منزل زبيو في منطقة ليبيا بالشحرة، وتعرف مدير ثقافة الشحر على أسباب الحادث والإجراءات الصحية التي تلقاها زبيو، متمنيا له الشفاء العاجل ومؤكدا له حرص المكتب على الاهتمام به وأن الساحة الفنية بحاجة له لما يتمتع به من مهارة في الأداء على المسرح. بدوره عبر زبيو عن سعادته بزيارة مدير مكتب الثقافة بالشحر ونائبه للإطمئنان على صحته. مشيدا بهذه الزيارة ومتمنيا لمكتب الثقافة بالشحر المزيد من التقدم والنجاح. ألقى منتسبو مركز شرطة بعبود التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا القبض على شخصين من عصابة متخصصة بالسرقة والنشل وبيع الخمر البلدي في أحد أحياء منطقة الشرج بمدينة المكلا. وأوضح الملازم أول سعيد الحامدي مدير مركز شرطة بعبود أن عملية ضبط المتهمين جاءت بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين بتعرضه لسرقة مكينة جلخ ودريل وسلك كهربائي يصل طوله إلى 60 متر. وأضاف الملازم الحامدي أنهم أثناء تواجدهم بموقع ضبط المتهمين وجد بحوزتهما المعدات المسروقة وعدد 5 جوالات وبطارية سيارة و3 بطاريات صغيرة وكمية من قصب النحاس، بالإضافة إلى قرابة 20 لتر من الخمر البلدي. وتم إيداع المتهمين الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. في ختام الموجز نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، حتى الملتقى في رعاية الله. لإعلاناتكم على قناة عادل المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية